بخير عليكم. صباح النور، صباح الورد، صباح الورد والياسمين، صباح الحب والتفاؤل. كصبحتو غزالة ديالي كلشي بخير. نتمنى ربي تكونوا صبحتو تصبحوا وتربحوا ان شاء الله يا ربي. مرحبا بالناس الجداد اللي يلاه اختي التحقوا بالقناه، شحال هذه ما قلتها لكم ومرحبت بكم. نتمنى ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مهم لقيتوني يلاه فيق دابا، غادي نمشي نغسل وجهي وداكشي. الينا راها ناعسه، غادي نمشي غير نغسل وجهي ونكمل معكم الفيديو. درا كيصاوب واحد التورتيه اديكم تشوفوها. شوفوا بعدا هذه البنات عاد باغا نعطيها لشي حد، مازال ما لقيتش حدا ندير البنات عاد باش نوض نجمع هادشي اللي خاصو يتجمع. ماما مشات وخلات الينا ناعسه مسكينه. مع راكم عارفين ملي كتكون ماما في الدار على الاقل كنبقاو نتعاونوا. دابا حنا بنين وحامد، ايوا باش نولفوا شويه، ما يمكنش تبقى معايا ديما. حتى هي مسكينه عندها دارها وكيداتها وكلشي. غنوريكم شنو كيدير حامد. تورتا تركيا. شوفوا هادي طابت. اول حاجه البنات غادي نوريكم عمران ولد ليلى. عرفتو كيحمق على الينا، كيتسطى عليها، عنده عزيزه ومسيكل صغير وكيقول لك. كنقول له شنو غادي دير انت والينا؟ كيقول لي غادي نديرو يو 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 على رسول الله. البارح مشيت عند ليلى للدار قديت معها شي امور، هو اجي تفوقت لنا بالضحك. السيد قال لك طلع عند حميد وقال له دير لي العماريه وخدام كيديروا الورد وحنا كنغنيو له. هو السيد راه في العماريه. المهم خدنا بالضحك. تفرجوا الفيديو، تفرجوا هذا الفيديو. تحشتي ولا لا؟ بزاف ولا شويه؟ حلف. شنو تديرها؟ شنو ديرها في العرس؟ شنو ديرها في العرس؟ لا رسول الله. زيد شي وحده اخرى نسولها. زيد انت تكمل. يلا كول. يلا العماريه العماريه خليك راه العماريه. يلا يا رسول الله كرمي الخمر العماريه. يلا قسم على رسول الله. يلا يلا على رسول الله. إلى جا سيدنا محمد الله معاك. مليون عليها. كنبغي نجمع الدار، كنبغي نخمل، كنبغي ندير فيا النفس،
كنبغي نوض وكنبغي نحيد عليا النفاس وداك الشيء راه مبقى والو لعشرين يوم صافي الخوت وكنبغي نتحرك ونكون اكتيف والسيده كدير لي طب نوض تبكي لي وتخليني عرفتو راها ماشي ناقصه راها ما نعساش دايره غير داك هكا وكديرها ها ها وانا كنتحرك حداها وهي كدير واع انا نرجع حداها وهي تسكت انا نتحرك حداها وهي تموت هاد السيده راها موكده غنشوفو شنو غادي دير المهم هانتوما معايا نمشي نكمل عرفتو شنو غير كنجمع حاجه ونمشي ندير ش ونجمع حاجه ونمشي ندير ش ونجمع حاجه المهم راكم عارفين رغم ذلك ورغم يعني ما خصناش نيأسو ونقولو حقا ما قدرناش على الولاد ولا ما قدرناش لا الانسان يتحرك ولو انك تتحركي كل شويه تقضي حاجه وتقضي حاجه وتقضي حاجه وكاين الوليدات اللي ما شاء الله اليوم راه كتكون يقدر يكون غير 3 شهور لا بيريود دو شتو خصها شي ندير لها حميد غاب شويه تخدم طق 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 بنات شوفوا كنت مخبعه لكم باش ما تبانش الوجيه ديالها شوفوا راه ما بغاتش تنعس هنايا بوحدي تاع السيده وما خلاتناش نتغداو وعيطت لحميد يهزها باش نمشيو نتغداو ليها في الصاله ودينها معانا والسيده ما بغاتش تتغدى كاع ما بغاتش تتغدى ما بغاتش تنعس لنا ما بغاتش تنعس ودابا حنا شوف فين جبنا درنا هنايا باش تنعس لنا شوف حميد شنو كيدير لها Come back, we went out at night and day. We enjoyed our life. I remember in your car, looking so tall, we were tar. Baby, you're my lullaby, you're my daylight. I miss you. غزالاتي هنايا راني كلمه شوفو ملي كتولي ام كتولي تاكلي واقفه وتشربي واقفه كلشي كديريه واقفه المهم كونجيلاتور البنات فاش كنا درنا الذبيحه وداكشي كان اللحم وداكشي كان عندي في الكونجيلاتور دابا يلا خوا باش غادي نمسحو نقادو راه مسوح ماشي غادي نمسحو مسوح يعني غير غادي نمسحو غير من برا هكا حيت كان فيه كنحطو عليه هكا الحوايج ولا ايوا غادي نمسحو ويجي بابا باش يديه حقا جبتو على بابا باش يهبطو للمحل حيت بابا كيكري الكونجيلاتورات وداكشي ديال التلالج وداكشي المهم صافي هنايا راني كنجمع داكشي خفيف باش تي ماما تلقى داكشي مجموع خفيف وغادي ندوز ندير لها الحليب الينا حقا كتفيق وتنعس او جاتي تفويا حيت السيده كتفيق وتنعس لي تفيق وتنعس تفيق وتنعس ما عرفت من ندير لها صافي غادي ندوز هكا ندير لها الحليبه ديالها باش ترضى حيت الحليب ديالي ما كيشبعهاش البنات ماشي ما كيشبعهاش انا ما كناكلش يعني الماكله باش غادي يكون الحليب زوين بحال انا عندي الحليب كناخذ غير السوائل كنشرب العصير بنات سناد ما بغات تسكت كاع عرفتو حتى شديتها في يديا تشديتها في يديا دابا باغيه ماشي كتنوض وكترجع تنعس بغيت غندير لها الحليب باش هكا ترضع ساعه والو السيده وقيله ولفات اليدين خصها رولاكس السيده
باش تخليك تكملي شغلك وتخليك تجي معايا دارك وتخلي كتخليني ندير حتى شي حاجه. حتى كنبغي ندير صافي كنقول صافي السيده راه ناضت ساعه والو. هانتوما تسمعوا ساعه والو ما كتلاخرش وكتعصر بزاف بلي غاز. وهذا ما كان البنات غادي نكمل نسالي غير نعس ساعه وثاني ونوض. المهم هكا كيكون حال كاع الامهات تقريبا. راه ماشي غير كيجيو كيكبروا راه كتسهري وكتطيح منك النص وكيكحلوا لك العينين وكتضعفي وبزاف د الحوايج عاد باش كيكبروا وكتمرضي وكتخافي عليهم الى توجعوا. والمشكله هو انهم ساكن هما الوليدات الصغيرين بحال هكا يبكي وما كيتعرفيهم شنو كيضرهم، واش كضرهم كريشتهم، واش كضرهم واش كيضرهم وديناتهم، شنو كيضرهم الله اعلم ما كتكونيش عارفه. ايوا صافي السيده هي كتنعس. مهم بنات ندير لكم بحال هكا باش نبان ركعتوني. يلاه غندير لها دابا الحليبه ديالها. صراحه انا ما بقيتش كندير لها الماء ديال الاخر بزاف غير دابا ما نطيبش الماء سخون وهي كتبكي. ايوا خصني نزرب عليها واخا باقي عندي الشغل خصني نزرب عليها. داكشي علاش غادي ندير لها هذا الماء ديال عين اطلس. الصراحه ما بقيتش كندير لها الماء ديال القرع بقيتش كنديروا لها وليت كندير الماء ديال هذا شو سميتو ديال الروبيني كنطيبو مزيان 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 عرفتو كنغليه ديال بصح. وملي كتكون كريشها كضرها كندير لها ربعه ديال الحبات نتاع الكمون الصوفي. عرفتو الكمون الصوفي البنات كيجي للدراري الصغار زوين عاد فينا هو مبقاش وقيله خصني نجيبو لها. كندير لها غير ربعه ديال الحبات ديال داك الكمون الصوفي صافي. ورضعتها راه مابقاتش ما لقيت لهاش الرضاعه ديال اللي قال لي الطبيب ديال الزاج. لقيتها كاينه في نفس لامارك ولكن ديال البلاستيك وانا بغيت ديال الزاج. عاد بغيت عاد درت عليها كوموند. شوفوا شوفوا الاخر ديال حليب الضحك. ها هو البنات الحليب اللي كندير لها هذا صافي تقريبا صافا توتو بالضحك. هذا خلوه غادي ندير فيه الملح. يا ناري سيت هذا الحليب سيت هذا الملح صافي صافي بنتي صافي صافي. هذا بقى فيه واحد المعلقه نخويه هنايا باش نخوالي داك مشتيلة 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 مشتيلة. واش من مشكلة طابلي مزيان ولا ما خصني غير ندفيه ما خصوش طاب حيت هو اصلا طايب يعني ما راه نسات كاع السيدة عرفتي شنو كدير كتنوض كتبكي قالت تنوضي تصاوبي لها شي حاجة تصاوبي لها الحليبة ديالها ولا كتنوض كتنعس. لم نفهم شيء يا اخوات ما فهمتش لم افهم شيء. نعسات السيدة دخلنا لكم بالله غير قولوا لي شنو ندير سيدة نعسات. ايه يا ناري اشو كيعطيونا شاد الحليب عاوة كيقلبونا البنات شوفوا كيعطيونا خاوي اش كيعطيونا شعاوة ها كيعجبني الحاجة الكاس ديال اتي نعمرو تا الفوق هذا نعمرو تا الفوق. وهنا السيده كتلعب علينا حتى كنسخن الحليب وحتى كنسخن الماء وكنحطو كيبرد وكنعاود ما كنبغيش صافي حيت الماء اصلا طايب ملي كنطيبو ما كنبغيش نعاود كناخذ ماء اخر كنبغيش نعاود نسخن داك الماء كنقول هو اصلا الماء طايب راه فين دايره في داك الكاس غير زدت منه واحد شويه صافي باش ما كنخاف البنات. وافضل حاجه اللي عندها الوليدات ديالها دير لها الماء ديال الروبيني وتغليه مزيان 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 زوين. هنا البنات جيت نعقم يديا ونغسلهم مزيان باش غادي ندوز ندير لها الدواء للفم ديالها. داك البومادا الصراحه غزاله غزاله وإفيكاس للفطريات نتاع الفم. ما نقدرش سيدنا سيدنا فمبارش تنوض ماشي شاده الزكاه شاده العكس شاده العكس الاخت الكريمه. ايوا دابا غادي ندير لها هادي ديال فمها صراحة فنة ما نكذبش عليكم حيت اش البنات كنديرها لها بيدي كنعمر لها هادي وكنديرها لها بيدي خص لي يدي يكونوا معقمين مزيان يعني
ماشي تغسليهم غير بالخروص بالصابون يكون معقم فهمتي في نفس الوقت باش كيتعقموا لك يديك حيتاش غادي تصاوبيها لها بالصبع. صراحه درتها لها غير البارح في النار شي والله مابقاش عندها بزاف ديال داك الفطريات وعاد انا ما درتلهاش ثلاثه د المرات في النار ما عرفتش حيتاش كتصرت هاد البروبي هاد البوماده كتصرتها وخلعاتني ما كنديرهاش ثلاثه د المرات في النار كنديرها تقريبا غير مره وحده درتلها درتلها البارح جوج مرات وهاد النهار مره ايوا دابا نمشي نفيقو اختي نادي دابا بسم الله بسم الله سلامي لي سلامي لي بنتي سلامي كتضحكي فايقه فايقه الاخت الكريمه فايقه كتضحكي كتضحك مع الملائكه هاك معايا ما كتضحكيش معايا بنتي علاش ما كتضحكيش معايا انا علاش 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 اختي علاش 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 الزينه علاش كتضحكي معايا علاش بسم الله بسم الله كتزبد كتزبدو حنايا كتزبدو بس نتوالو كتزبدو بس نتوالو كتزبدو بس نتوالو يا حبيبي ما شاء الله عليك ما شاء الله 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 بسم الله بسم الله هذا هذا تاع حلاوي يلاه حل حل كامل حل هلي حلي كتشدي لا ما تردهاش جديده ما تردهاش عندي نشيل السينات هذه الفوطه ديالها اخوت حرام واش خلاتني نصور الله يسمح لنا من الوالدين وصافي كنمشي وكنرجع وكنقولها كنقول الله يسمح لنا من الوالدين وخلاص والله العظيم خلاتني نصور عرفتو انا كنبغي نحط نصور والسيده كتنوض انا كنجلس حداها نبقى نتحتت والسيده كتضربها لي بالعصا دابا راني حطيتها حيت كنحاول انني ما نعلمهاش ليدي حيت دي كنردعها وكنردها لبلاصتها بزاف ديال البنات قالوا لي منى رضعيها وهي ناعسه ما نكذبش عليكم كنخاف نردعها وهي ناعسه حيت انا كيجيني النعاس ويلا جاني النعاس بسم الله عليك ويلا جاني النعاس كنخاف نمشي نتقلب عليها ولا هذا اليوم نعستها ما بقيتش كنعسها في الكونه حيت قريت واحد الكومونتير قال لك الله يسر واحد البنت كانت خنقات لها بنيتها ديالها ربي كيحفظ وصافي وربي كينجي وصافي وراكم عارفين بغيت غير نقول لكم حق بنات طنجة خويا راه خدام تما يلاه مشى مسكين نهار الحد اللي فات مشى مسي كان كيقلب على الخدمه ولقى خدمه في واحد الكابلاج وقال في الشركه نتاع اديداس نتاع الاديداس وراه مسكين غادي يبدا الخدمه المهم اختي بنات طنجة الله ولي بخويا راه تشوف شي واحد كيشبه لي عرفو خويا كنضحك معكم ان شاء الله على ما يرسى راسو ويجلس مسكن وان شاء الله انينا تكون كبرات شويه وغادي نمشيو عنده نمشيو لطنجة وديك الساعه علاش لا نطلق مع بنات طنجة ان شاء الله باذن الله غادي يقدر تكون عندها شهرين يقدر 3 شهور المهم على حساب فوقاش نقدر بسم الله عليك خلاتني نصور على حساب البنات يعني على حساب فوقاش نقدروا نمشيو عنده وصافي هذا ما كان يا ربي تسمحوا لي البنات على هاد الفيديوهات بحال هكا كنبغي نعطيكم فيديوهات زوينين وفيهم طاقه ايجابيه وهذا 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 وذلك وان شاء الله غادي نبدا دابا في التحضيرات نتا الحفله ديال الربعين ديالها اللي ضروري خاصني ندير هذا مسكينه وغنجمع نطوي مع الحفلات الله اكبر على الحق حيت متبعين السنة النبوية هو انه في الربعين او لا في الحسانة ما عرفت 7 ايام ولا كتحيدي لها الشعر وكتوزني هكا بالذهب وكتصدقي داكشي اللي غادي يطلع اخري مهم بحال هكا وداكشي اللي باغيين نديرو ان شاء الله وغادي نصور لكم كلشي غادي تجيو معايا نتقداو داكشي اللي خاصنا بسم الله عليك نتقدا داكشي اللي خاصني نتقداه حيت ما غاديش ندير شي حاجة اللي كبيرة هذا داكشي خفيف يكون غير بلا صحاباتي وصافي هادشي اللي غيكون غيتكون غير بشرى ليلى وغتكون هادي بشرى وليلى صافي وخدوه مرات لوسي وصافي
يعني ما يكونوش الناس يو هذا مكان البنات وصافي. هادشي اللي غادي ندير يعني راكم عارفين ما نقدرش نكثر عليا الناس بزاف ما نقدرش. صافي داز اسبوع الله يخلف ويجعل البركه. السميه ديال البنيته دوزنا على خير وبخير الله يخلف ويجعل البركه. شنو بغيت نقول لكم؟ اللي عندها البنات شي معلومات هكا تقولهم لي في لي كومونتير. كيفاش كدير لوليداتها؟ كيفاش كتنظم الوقيت ديالها مع بنتها ولا وليدها؟ عافاكم قولوا لي شحال ديال الوقت باش كيوليو ينعسوا ويتقادلو الناس مزيان، وقولوا لي فوقاش كيوليو يضحكوا ويفهموا ويعرفوا ويفرقوا ما بين اللعاب، هذه اللعبه وهذه الضحك وهذه تضحكي معاهم وتضحكيهم وهذه. ومهم اللي عندها شي تجربه مع وليداتها تكتبها لي في لي كومونتير باش هكا كاملين ناخذوا التجربه ناخذوا فكره وكاملين نستافدوا كاملين نشاركوا التجارب مع بعضياتنا. لحد الان الينا ما كتضحكش معايا كتضحك مع الملائكه. يعني مازال يلاه اليوم كملات شهر كتضحك كمسكينه مع الملائكه وصافي. ويعني عافاكم شاركوا معايا وعطيوني الاخر ديالكم كاملين وقولوا لي شنو مني كيكونوا صغيورين فوقاش دوشتو لهم فوقاش ديتوهم الحمام فوقاش. شاركوا معايا يلاه تهلاو لي فراسكم. السلام عليكم.